طيب انا هروح برضو العظمه لا تقل ابدا على اللي بنتكلم عليه، ودايما بلاقي انه احنا عندنا نجوم وعندنا رموز طول الوقت بينعشوا كده حياتنا بفن جميل. دايما بنقول مهما كان الرحيل صعب، لكن بنفضل دايما نفتكر النجم الكبير اللي انا هتكلم عليه دلوقتي، الفنان سمير غانم. سمير غانم لما تفتكره بتفتكر حاجات كتير جدا تدخل في بعضها، كوميديا وغنى وتمثيل وحضور وحيويه وحاجات كتير. جمهور سمير غانم مش بس موجود في مصر، في العالم العربي والغربي، والحقيقه شخصيته هي كمان كانت محبه طول الوقت. قدم مشوار كبير مليان باعمال فنيه متنوعه طول الوقت، حتى في الاستوديو 10 ده سمير غانم عمل حاجات كتير قوي وقدم حاجات كتير قوي. عندنا كده حاجة لطيفة جدا مفاجأة نحب ان احنا ننفرد بيها معاكم في التاسعة، ودي يعني اول مرة وكده جوهرة لصوت الفنان سمير غانم، اغنية اتسجلت من 40 سنة، والاغنية دي كتبها الشاعر العظيم الرقيق صاحب احلى الكلمات والاغاني الحلوة والمشوار الرائع شوقي حجاب. وطبعا لما نقول شوقي حجاب بنتكلم على رموز حلوة، فهو كتب الأغنية وغناها سمير غانم، ولكن هذه الأغنية لم تعرض ومحدش يعني يعرف عن الأغنية دي أي حاجة. خلينا نسمع الأغنية ونرجع تاني نكمل معاكم. اسمعها. السلام عليكم. السلام عليكم. راسي وقلت له السلام عليكم ورحمة الله. همستيلو السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم على روح سمير غانم، وحقيقي صانع للبهجة يعني سمير غانم، وكمان الشاعر الكبير شوقي حجاب هو أيضا صانع للبهجة ومبدع العرائس، مبدع الكلمات الحلوة، صانع البهجة للأطفال وللكبار. دايما كلمته وكتابته وأغنيته وكل ما يقدمه دايما فيه كده بهجة ورقي.